هذه المرة تظاهرات منضبطة وتحت إشراف المكتب الخاص لسماحة السيد، ولا يحرك أحدهم ساكن إلا بتوجيهات مركزية. وتلاحظ بدأ التيار من الآن يحدد مكاتبه ويحصر مسؤولياته، لأنه المهمة القادمة للتيار أكبر من مهمة الحكومة. نعم، لكن يريد المقابل يرميها على حساب أنه أو يريد يجرهم إلى لا سامح الله نزاع مسلح. أنا أتوقع سيد مقتدى الصدر أكبر من هاي الرؤوس التي الآن تخطط إلى نزاع مسلح أو تريد تجر الشارع. زين، هي سهلة هاي المهمة، مسألة تنظيم هذه التظاهرة وهذه الاحتشاد بطريقة احترافية سهلة بالعراق؟ أنت تعرف كل جمعة إذا يطلع واحد مندس مثل ما أنت تقول، لا لا لا، يخرب كل هذا الشغل. تيار الصدري كل جمعة يصلي صلاة مليونية منضبطة وتفتيش دقيق وعلى ما يرام، فمو صعب علي. أولا الشارع الصدري معروف، والتيار الصدري امتهن بحرفية التظاهرات والانتخابات، اثنينات امتهنين، فضلا عن أنه لديه القدرة لحمل السلاح، لكن يحمل السلاح على الخصم والعدو، لا يحمل على أبناء الجلدة، لا يفكر بها أحد إطلاقا. هسه هو التحشيد موجود بس ما وصل إلى مرحلة تحديد المكان والزمان والطريقة. هسه أنا ما راح أتكلم عن وجهة نظر التحشيد لأنه أنا ليس طرف في التخطيط. حسب المعلومات الواردة لك يعني أكو تنظيم، أكو تنظيم. سيستم. أنا أقول لك أكو تيار صدري للمرحلة للمرحلة القادمة، أكو توجيه أكو هبة الاستعداد، أكو طاعة للسيد، ماكو تخلف عنصر واحد. حتى القدامى الذين كان لهم مزاج سياسي يختلف عن مزاج الأي السياسي بسبب هالاستقالات بما فيهم هذا المتحدث، نحن الآن نقف جنبا إلى جنب مع سماحة السيد صفا واحدا في الطاعة العمياء. ماذا يقول سننفذ؟ ما تخافون من ردة فعل الطرف الآخر عليكم؟ مثلا ناس عندها سلاح، ناس يعني ممكن ما تقبل على تظاهراتكم، يعتبروكم ضد الدولة. لكل ميدان الرجال نقطة رأس سطر. يعني شنو؟ يعني شنو هذا؟ هسه انت قمت تخوف. مو انا ليش خوف؟ انا تسالني تقول لي اكو واحد عنده سلاح، المقابل مو شو اسمه يخرمش هم عنده سلاح. اي بس قصدي ليش احنا ننزل هالمرحله؟ اللي يريدها هو يبتلي بها. احنا نقول ولد محمد صادق الصدر ماشيين وفق توجيهات سماحه السيد، وسماحه السيد دائما توجيهاته توضع في المكان الحقيقي، فيها مخافة الله وفيها جانب شرعي.